اليوم في ختام الأربع أيام نتاع الحجر الصحي الشامل قامت وحدتنا مشكورة بحجز عدد 37 بطاقة رمادية وحجز عدد 20 رخصة سياقة، كما قمنا ب 97 مخافة من أجل عدم ارتداء الكمامة و 75 مخافة من أجل خرق حظر التجوال. كما قامت الوحدات أيضا بغلق عدد 4 مقاهي، 2 مرجع نظر توزر و 2 بنفطة. كل الشكر للوحدات الأمنية اللي كانت سد مانع من أجل فرض حظر التجوال. بهذه المناسبة نتوجه الأهالينا بالجريد، كل واحد منها يشد في صغاره الاحتياجات السلمية تكون في النهار المشروعة، حق معناها حق عندهم الحق باش يحتاجوا، ماذا بينا في الليل كل عائلة تشد صغارها باش ما يكونوش عرضة لعدة مشاكل.